من أصعب المراحل في إنتاج الأعمال الفنية هو اختيار المعلق الصوتي، ودي مصيبة كبيرة فعلا، لأن المعلق الصوتي ده هو عنصر النجاح في الفيلم أو في الإعلان أو في التقرير أو في غيره. يعني أنا لو بعمل فيديو حلو جدا ومعايا شطات حلوة جدا، ولكن الشخص اللي بيعلق عليها طريقته مش حلوة أو ألفاظه مش واضحة أو طريقة تجويده أو إلقائه مش كويسة، مش هستمتع ولا هفهم ولا هتأثر، والموضوع هيخلص وكأني ما سمعتش حاجة. فعلشان كده لازم نفهم الأول يعني تعليق صوتي. أنا مش جاي النهاردة أعلمك إزاي تقرأ أو إزاي تبقى فويس أوفر شاطر أو إزاي تبقى مميز، أنا جاي النهاردة أقول لك يعني إيه فويس أوفر. فويس أوفر بمنتهى البساطة هو الشخص اللي عنده الإمكانيات الثلاثة دول. أول حاجة جودة الصوت، إن يبقى صوته فعلا حلو مميز، عنده نبرة صوت مش عند كل الناس، حتة كده بيعرف وهو بيتكلم تحس ان هو خطفك، صوته حلو. ده واحد. اتنين، اللغة، لازم يبقى متميز في اللغة جدا، وده المقصود به الآتي: اولا قواعد اللغة يكون متمكن منها جدا، ثانيا مخارج الألفاظ والحروف، ما ينفعش يكون بينطق السين صاد، ما ينفعش يكون بينطق القاف كاف، دي كوارث. طبعا في امثله تانية بس انا اقصد دي كوارث. انا لو حد جالي بيقول لي انا بقرا فويس اوفر فلقيته بيقول لي في الطريق يعني هموت. طب انت ازاي هتقرا للناس؟ انت مش طالع بوشك، انا سامع صوتك، لازم احس بجمله. النقطه الثالثه والمهمه بجانب جوده الصوت واللغه هو الالقاء والتجويد، وده معناه ان لازم يكون عندك الملكه. وخلي بالك انا قلت الملكه او الموهبه، لانها حاجه ما ينفعش اعلمها لك. يعني ممكن اقول لك تعالى اعلمك القاء، لكن لو انت ما عندكش الموهبه مش هتعرف تتعلم الإلقاء. ممكن يبقى صوتك حلو بس ما بتعرفش تعمل أداء أو ما بتعرفش تعمل إلقاء. المعلق الصوتي ممثل، لازم يكون بيعرف يعمل أداء، لازم يحس الجملة، لازم ينقل لي كمشاهد إحساسه بالجملة، لازم وأنا بسمعه أحس أني فرحان، أحس أني زعلان، أحس أني عندي سخرية، أحس أن أنا مبسوط، لازم الإحساس يكون واضح في الجملة، وهي دي صعوبة الإلقاء وصعوبة تلوين الصوت. طبعا في تدريبات كتير جدا عشان تبقى معلق صوتي شاطر، أو عشان تبقى مذيع إذاعي شاطر، أو تبقى مذيع حتى تلفزيون، ومنها تدريب النفس، إنك إزاي تاخد نفسك بطريقة تخلي صوتك طالع مرتاح، فعارف تتحكم فيه وعارف يبقى عندك إلقاء كويس. بس ده مبني في الأصل إن يبقى عندك في الأساس موهبة. وعلشان كده اختيار المعلق الصوتي من أصعب الحاجات. تعال أقول لك شوية حاجات عملية. خلال شغلتي في الميديا اللي هي تقريبا 20 سنة، مر عليا ناس كتير جدا يقول لي أنا عايز أشتغل فويس أوفر. بصراحة ببقى عايز أقول له هي مش عافية، يعني ممكن يبقى أنا عايز أشتغل فويس أوفر وشايف إن صوتي كويس، وصحابي وجيراني وأهلي بيقولوا لي صوتك حلو، غني اقرا يعني الحاجات دي، لكن ببقى عايز اقول له هي موهبه، يعني انت لازم تبذل فيها شويه مجهود وعلم علشان تتميز ويبقى عندك بصمه. الناس اللي بتقلد الافلام الوثائقيه وطريقه قرايه الافلام الوثائقيه دي حاجه كويسه مش وحشه، اهو اسمك بتدرب نفسك، لكن ده اسمه تقليد، ما اسمهوش بصمه، ما اسمهوش صوتك، ده اسمه انت بتقلد صوت فلان اللي بيقرا الفيلم الفلاني. وطبعا ده ممكن يبقى تدريب، اهو ودنك بتتعود على طريقه الاداء او بتتعود على اللغه السليمه، لكن ده ملوش علاقه خالص بان انت كده بتشتغل فويس اوفر. واكتر اماكن عندها اهتمام بالتعليق الصوتي او ينفع لو سمعتها كتير تتاثر وتتعلم طبعا الاذاعات، والاذاعه ليه مهمه؟ لان الاذاعات بتهتم جدا باللغه العربيه وبالالقاء. وعندك مثلا اذاعه بي بي سي، اذاعه مونت كارلو، اذاعه الشرق الاوسط، اذاعه صوت العرب، إذاعات كتير، إذاعة القرآن الكريم. عايز أقولك أنت لو قعدت تسمع الإذاعات دي شوية ودنك هتاخد على النطق الصح، فلما يجي بعد كده يتقال جملة قدامك غلط أنت ودنك مش هتتبسط، هتتضايق. خلي بالك في الشغلانة بتاعتنا كمخرج، أنا ممكن مبقاش شاطر في اللغة، يعني ممكن لما حد يعني يكلمني في اللغة العربية مبقاش شاطر، أي دي مرفوعة ولا دي إيه بالظبط معرفش، بس ودني خدت على الصح، فلما بسمع حد بيقرأ ممكن أحس بسرعة إن هو بيقرأ مظبوط او بيقرا غلط او في حاجه غلط، ممكن ما اعرفش اقول لك ليه غلط بس هو في حاجه غلط. وطبعا في فرق كبير بين اكون هقرا فيلم وثائقي من هقرا اعلان من هقرا تقرير، يعني اكيد في فرق بين الثلاثه. ممكن يبقى صوتي حلو بس مش بتاع اعلانات، ما اعرفش ابيع. خلي بالك ان اللي بيقرا فويس اوفر للاعلانات ده وظيفته انه بيبيع المنتج، بيبيع الفكره،
لازم توصلني الفكرة من خلاله. هل في أماكن بتعلم فويس أوفر أو بتعلم تعليق صوتي؟ طبعا في أماكن كتير وفي أساتذة كتير، ولو حد محتاج مساعدة أنه عايز ياخد كورس يعني في اللغة العربية أو في الإلقاء يقول لي، وأنا في الكومنتس هرد عليه وأقول له أحسن أماكن في مصر إيه أو أحسن أساتذة بيدرسوا بجد إيه. يبقى عايزين نقول إيه في الآخر؟ فويس أوفر مش واحد صوته حلو، فويس أوفر يعني ثلاث حاجات لازم يكونوا مكتملين فيك. لو موجودين اتكل على الله وخد الخطوة واشتغل. وطبعا لو صوتك كويس وانت حاسس ان انت مميز وانك بذلت مجهود وانك بتتدرب باستمرار، انصحك انك تعمل اكاونت على ويب سايت اسمه voiceover.com. voiceover.com بيديلك المساحة انك تقدم فيه صوتك، بتسيب صوتك باللغة العربية وباللغة العامية. طبعا هو بيطلب منك انك تستخدم اللغة الام بتاعتك، يعني لو انت عربي يبقى هو محتاج منك اللغة العربية مش محتاج اللغة الانجليزية. لو انت حتى تجيد اللغة الانجليزية هو ما بيفضلش، هو بيفضل انه مثلا انا محتاج فيلم هقدمه للانجليز فانا بجيب واحد انجليز يقرأ، وهقدم فيلم للامريكان بجيب واحد برضو امريكاني بيقرأ، مش محتاج اجيب واحد مصري بيعرف يتكلم انجليزي علشان ينطق. فهنا مهتمين باللغة بتاعتك اللغة الام. الميزة ايه؟ انك بتسيب اتنين تجربتين، يعني بتسيب واحدة باللغة العامية بتسيب واحدة باللغة الفصحى، وبعد كده بتسيب بياناتك وبتسيب كل تفاصيلك وبتحدد التكلفة بتاعتك كام بالظبط. وكمان بيسألوك شوية اسئلة ليها علاقة الاجهزة اللي بتشتغل عليها، المايك اللي بتسجل بيه، التكنولوجي اللي بتستخدمها علشان تسجل صوت. ويب سايت هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، تقدر ان انت تدخل عليه وتعمل فيه اكاونت. لكن ارجوك لو انت فعلا بتحب الفويس اوفر اشتغله مظبوط وافهمه، هي مش عافية ومش صوتي حلو فهقرا فويس اوفر خالص. سلام عليكم.